زي تاجت ايه؟ ما الحاجات دي ما انا قلت لك في تاجات كتيره جدا. ما طيب في شويه حاجات كده لازم تاخدهم في، يعني مثلا زي الديف احنا عمرنا ما كتبناها في ال اتش تي ام ال، ولكن كذا انا اللي هحط الامتحان فانا عارف انت خدت ايه ما خدتش ايه، ما تقلقش يعني. بس كل عايزك ايوه، ما هو كل تاجه هتظهر هتاخدها تقلق، زي كانفاس، زي مثلا تاجات السكشن او السايد والحاجات دي كلها هتاخدها. الفيديو كنت انا هعطيكم باور بوينت هنا كده، حد بص عليها؟ فين الاسئله اصلا؟ ده كله مفيش اسئله؟ ده مين الستاندرد بتاعت ال HTML5؟ اه طيب، ده السؤال الثاني. فين السؤال الثاني؟ الثالث بيقول لك ايه؟ تشوز ذا كوريكت انسر، بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي بيخلي الاليمنت بتاعتي هيدنج يعني شكل اكبر largest hiding، هل اتش 1 ولا هيد ولا هيدنج ولا اتش 6؟ اتش 1 ده بيخلي اكبر ايه؟ اكبر حاجه. حتى الاجابه الصح معمول عليها، معمول عليها سهم اهو خلاص. بيقول لك اللي بيعمل لاين بريك اللي هو التاج اسمه بريك ولا ال بي ولا البي ار؟ فين في تاج تاني كده؟ ده بيقول لك الحاجه اللي بتدي باك جراوند كلر للحاجه، انا بغير اللون الخلفيه باك جراوند كلر، هل دي اللي انا بقول له بادي بي جي يلو ولا باك جراوند وباك جراوند وفتحه التاج جرافيك هذا، ولا باجي هنا في البادي في التاج بتاع البادي واقول له ستايل باك جراوند كلر يلو عشان اغير، اول واحد عشان اغير الباك جراوند، هتبقى من قبيل هذه الاسئله تمام. فين؟ فين دي؟ بي جي، لا بي جي داش كولر، بي جي كولر، بي جي كولر، لكن دي بي جي بس، دي كان اسمها بي جي كولر ودي ديبريكيتد اصلا. بيقول لك الحاجه اللي بتخلي العنصر امبورتنت كده، امبورتنت في شويه تاجات كده ممكن ما نكونش وضحناهم، زي تاجه اسمها سترونج، تاجه اسمها امبيدد امبورتنت اللي هي اي ام، بتخلي التاج زي ايه شكل سترونج كده شويه اي ام، لكن اي تالك دي بيخلي الشكل مايل، الاي بيخلي الشكل اي تالك دي ما فيش اي تالك اصلا، الاختصار بتاع اي تالك اللي هو مين؟ الاي. فهتلاقي الاسئله تبقى بالشكل ده تمام. اللي بتاع الكاركتر اللي بيندي التاج ده ولا ده ولا ده، هتلاقي اسئله بسيطه يعني. اتفضل. ليه ما خدناش دي؟ تارجت يا شباب، خدنا تارجت؟ طيب كويس. تارجت اللي هو بيخلي يفتح لما تضغط على اللينك كده يفتحوا لي في تابع جديد. هترجع للفيديو هتلاقيها بتاخدت يعني. طيب. هاي الاسئله دي. في حاجه اسمها تكست اريا. التاجه بتاعتها دي ولا دي ولا دي؟ هتلاقي الموضوع بسيط يعني، ما تلاقيهاش. الايمج. هل الايمج الصح دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ الاختصار هنا بص اي ام جي ودي ايمج ودي ام اي ام جي بس سيلف مش سيلف كلوز، هتلاقي بتلاعب معاك بين ايه؟ بين التاجات دي كلها اتش تي ام ال 5 برضه، معظم الحاجات دي كلها تمام. فانت بص على الاسئله دي واللي وقف معاك قول لي خلاص. بلس اكتب كده اتش تي ام ال كويشن تمام. مثلا اند انسر ده في الانترفيوهات، بس في الانترفيوهات هيسالك بقى اسئله قدام شويه يعني، خليك في ده، خليك في الدبليو سي سكول، لانه في الانترفيو هيسالك
في الكانفاس، اسالك في الكذا، يسالك في التاجات اللي احنا لسه ما شرحناهاش اصلا. لكن خليك في الاسئله دي اهو، اسئله في دبليو سي سكول اهو، اسئله ايه؟ ستارت كويز، يعني جاوب الامتحان ده مثلا، جاوب مع الامتحان ده خش كده، خش انت اسال اسئله فين، اقول له ستارت، هو حوالي 40 سؤال، 40 سؤال، هو بيقول لك بيقول لك ايه اختصار لل HTML، اختصار بيها هايبر تكست مارك اب، اقول له نيكست. السؤال الثاني، مين الميكنج جو ذا ويب ستاندردز جوجل، اللي هو وورلد وايد ويب سيرتين، يقول لك ده ايه، مين اللي هو غالي قريبه. نيكست نيكست نيكست. بس ما حدش يعمل كده في الامتحان، بس لا هتلاقي نفس الاسئله كمان. لا كملتهم بقى، ما ديكم مش 40 سؤال، ديكم حوالي 30 سؤال بس ولا حاجه، 39. طيب ابدا ايه، حل الامتحان ده. طيب ما عجبكش الامتحان ده خش هنا بقى المره الجايه، هيبقى نص ساعه، هو حاطينه ساعه الا ربع، بس انا مش هسيبكم ساعه الا ربع، انا هاجي اشتغل على طول. تفتح النت هيديك لينك، خش على اللينك ده، تسجل اسمك وتشوز بقى وصح وغلط والكلام ده كله، فانت هتبدا ايه كده، وهيبقى في تاسك هتعمله بايديك، تاسك هتعمله بايديك، صوره يعني مثلا هديك صوره تيبل تعمله، او صوره فورمه تعملها، او صوره كذا تعملها، هيبقى في صوره كده هتكتب الكود بتاعها، فهمت قصدي؟ هتفتح الفيجوال ستوديو، هتشتغل على الفيجوال ستوديو عادي، وانت بتنهي الامتحان في ان انت هتابلود الفايل وتفتح الفايل، بس كل حته ان انت ترسم الفورمه اللي هتجي لك دي سهله. الفكره بقى في الاسئله دي اللي هو الباراجراف يعني ايه، والتاج يعني ايه، والكلام ده كله، وتاجة الفيديو والكلام كله. بص انت لو جاوبت دول خلاص مش محتاج حاجه ثانيه يعني.